السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده باختصار ان انت بتديله صفحة او موقع او ملف PDF او ملف الكومنتس او ملف تكست او اي حاجة من الحاجات ديت، او حتى ممكن ملف مضغوط ويبدأ يفكه ويبدأ ان هو يشوف الملف دوت وتبدأ ان انت تسأله. شات جي بي تي بيجاوب من كل المصادر، لا انت بتديله مصدر معين، كتاب معين، مرجع معين يبدأ يجاوب من خلاله. فالموقع دوت هو شات جي بي تي او معتمد على شات جي بي تي، لكن بيبقى متخصص في الإجابة من كتاب معين. يعني بدل ما يجيب لك إجابة عامة أو إجابة مش متعلقة بالحاجة اللي أنت عايزها، ممكن كنت مثلا عايز حاجة من الكود المصري فيجاوب من الكود المصري، أو عايز حاجة من الكتاب الفلاني فيبدأ يجاوبك إجابة من الكتاب دوت. وجدته إنه كمان برضو إن هو موجود كبلاجن جوه الكروم، فيبقى موجود في أي لحظة تدوس عليه يبدأ إن هو ياخد الموقع اللي أنت فيه ويجاوب الأسئلة بتاعتك من خلال الموقع دوت. يعني في اي لحظه تقول له انا عندي سؤال دور عليه في الموقع ده، ممكن مثلا يكون موقع مثلا بيتكلم في الادويه، فانت تقول له انا بدل ما اقعد ادور انت دور لي وهات لي الاجابه بتاعتي من الموقع دوت.